كنت محتاجهم انهم يجلسوني ويقولوا لي بلي انا في الدنيا كاين الخايب وكاين المزيان. بما اني كنت بنت لي عاطيه العين شويه فكانت كتغير مني، وهنا فين حسيت باول مره شي حد غادي يعطيني اهتمام شخصي. واش عرفتوا ما قدتنيش الفرحه، اول شخص اللي غادي نمشي نقولها ليه هو هذا الانسان. هذا الشيء جاني بحال شي حلم، وفرحانه بهذه العيشه الجديده. غادي يهز عليا يديه وغادي يعايرني وبداو بيناتنا المشاكل. غادي نسالي القرايه بمجهود جبار جدا. هنا قالت لي شوفي هاد خينا راه غير كيتفلى عليك وما تيقيش. كنت نقول ماشي مشكل ماشي مشكل غادي نصبر، حيتاش مشى الحال انني باش نرجع للور. نزل عليا تأني بضمير اللي كان خطير. هنا غادي نلبس جلابتي وفولارتي وغادي نمشي لواحد الجامع نسول الامام شنو ذنبي في وسط هاد القصه. غادي ندخل في اكتئاب جد جد حاد. غادي نمشي عند الطبيب، لما فحصني قال لي عندك مرض خبيث. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. اذا كنت جديد على القناه تنقول لك مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الكلمه الشهيره الدار دارك. عندي سؤال قبل ما نبداو في حلقتنا الليله. برنامج سيره نبويه اللي وعدتكم بلي انا غادي يكون ان شاء الله في رمضان، عافاكم عاونوني في انني باش نختار ليه واحد التوقيت اللي يناسبكم نتوما. فاذا كنتو بغيتوه قبل الفطور خليو لي هاد الاشاره في التعليق، واذا كنتو بغيتوه من بعد الفطور خليو لي هاد الاشاره في التعليق، وانا غادي نشوف الاشاره اللي هي غالبه هي اللي غادي ندير بها. وشكرا. ودابا غادي نقول لكم لنبدا. من الاسماء المستعاره اللي اقترحتو عليا خديت الاسم من تاع فاطمه. فاطمه كتقول لنا انا تزاديت وسط واحد العائله من الطبقه المتوسطه، بابا وماما خدامين، حنا بينا ثلاثه ديال الخوت وانا هي الكبيره وسط منهم. مرحله الطفوله ديالي عشتها وانا كنت مضطره باش انني نكبر فيها قبل من وقتي. ماشي والديالي حتموا عليا هذا الامر، ولكن لقيت راسي انا بوحدي كبيره، يعني انا اللي مسؤوله على خوتي. تخيلوا في الصغر ديالي ما كانوش عندي الدميات بحال كاع البنات، ما لعبتش، ولكن كانت عندي المسؤوليه ديال خوتي اني نحضيهم، واذا بغاو يلعبوا في الزنقه خصني نوقف عليهم. وديما كنت كنحس براسي مختلفه على كل شيء، وبلي انا حتى شي حد ما كيفهمني. تنعقل بلي انني كنت ديك الطفله اللي كان خصها تاخذ القرارات ديالها راسها. بحال مثلا اذا جاني الجوع ما غاديش نقولها لشي حد، ولكن غادي نمشي نقاد الماكله ديالي لراسي. جاني النعاس غادي نفرش بلاصتي وغادي ننعس. ضربني شي حد غادي نمسح دموعي وغادي نسكت. باش نقربكم من الصوره اكثر، فوالديا كانوا تيخدموا كيوفروا لنا اللباس الكتوبه والمعيشه، هذه هي حاجه اللي كانت همهم. لكن انا في ذاك الوقت كنت محتاجه الحب والاهتمام، كنت محتاجهم انهم يجلسوني ويقولوا لي بلي انا في الدنيا كاين الخايب وكاين المزيان. كان حدث واحد اخر في الطفوله ديالي اللي باقا كنعقل عليه مزيان، انه قبل ابتدائي كان عندي 6 سنين في واحد الروض اللي كنت مسجله فيه كانت حلمو فيه القران والحروف، اللي كان في واحد العماره في الدرب فيش كنت كنسكن. كنت تعرضت لتحرش سطحي من طرف واحد الشخص اللي كيسكن في هذيك العماره، وهذا الشيء اثر ليا بزاف على الشخصيه ديالي. عمرني ما قدرت نبوح بهذا الامر لشي حد، لكن بديت كنكبر وبحال بديت كنحاول انني نتناسى هذا الحدث. عمرني ما حسيت انه كاين شي حد بجنبي اللي يوقف معايا. عندكم ما تاكلوا ما تشربوا، شنو بغيتوا اكثر؟ هذه هي النظره ديال والديا. كيبان لهم باللي تزادينا في الدنيا غير باش ناكلوا ونشربوا ونقراوا وصافي. الشخصيه ديالي اللي كبرت بها اليوم انا اللي كبرت راسي عليها، حيت حتى شي حد ما كان قال لي هاد الحاجه خايبه وهذه مزيانه، اولا ديري هادي وما ديريش هادي. ما كانش التوجيه في حياتي. غادي نوصل لمرحله المراهقه اللي دوزتها واحد شويه خايبه في واحد الاعدادي اللي في نفس الوقت كان ثانوي، حيت بديت كنتعرف على اولاد وبنات كنخرجوا وكندوروا. هادشي غير خسرني لانه لقيت راسي دائما مجروره، ولقيت راسي انني ما كبرتش وما تربيتش بشخصيه انني نفرض لا ونعطي الراي في الامر اللي بغيت انا. كانوا البنات كيقولوا لي يلا نمشيو لهنا، كنت كنسبعهم وكنمشي معاهم. كنت نعقل كانوا قالوا لي يلا نمشيو للبحر، وكانت اول مره غادي نمشي لشي بلاصه بعيده بلا خبر والديا وما عنديش لا فلوس لا والو. وحلنا تما، جا والديا وبداو كيخصموا عليا، علاش درتي هادي علاش درتي هادي. صافي هادشي اللي كانوا تيقولوا. تمنيت له كان حوار ما بيناتنا، شنو خلاك ديري هادشي راه ما مزيانش شي حاجه بحال هكا. المهم غادي تجي واحد الفتره في المراهقه انني نمشي نعيش مع خالتي في مدينه واحده اخرى. كانوا عندها البنات وكانت ظريفه معايا وحنينه وكتهلا فيا بحكم انها ميسوره، ولكن جا واحد الوقت غادي تبدل عليا. بما اني كنت بنت لي عاطيه العين شويه فكانت كتغير مني. مناش ما عرفتش، ولات كتفرض عليا لباس طويل، ندير الزيف، ما تدخليش ما تخرجيش، مع من كدوي، لدرجه انه ولات كتجبد لي صداع مع والديا وكتقول لهم بلي انا راني كنتكلم مع هذا وهذا، وكذبات عليا بزاف ديال التفاصيل اللي الله شهد بلي انني عمرني ما درتهم. بحال تنعقل مثلا انها قالت لوالديا
وصلتني كنت كندوي مع شي ولد الجيران اللي اصلا انا ما تنعرفوش. وهنا والديا قالوا لي رجعي فحالك. غادي نرجع. وصلت البكالوريا والدوره الاولى دازت خايبه بزاف باش بشي على المعدل. الدوره الثانيه غادي ندير ساعات اضافيه من المراجعه. وبديت كنتحمس حيت تلاقيت بصديقات اللي كيليقوا بيا ونقدر نتشارك معاهم امور كثر، وكان عندنا هدف واحد في الحياه كنا باغيين نقراو فغادي ننجح واخا ما كانش بمعدل كبير. من بعد غادي ندخل للجامعه وغادي نبدا عالم واحد اخر اللي عمرني ما تخيلت بلي انه كاين. الجامعه اللي كنت فيها كانت بحال داكشي اللي كنا كنشوفو في الافلام، السهرات والدراري بالطوموبيلات والبنات لاباس عليهم كيجيو تهما بالطوموبيلات، وانا داكشي عمرني ما شفتو كنت كنشوفو غير في الافلام. هاد المرحله انا بقيت كنحاول انني نحمي راسي من هذاك الواقع، وليت سد على راسي وما تندوش مع حتى شي واحد. وهنا غادي نتلاقى بواحد الشخص اللي كبر مني واللي كان جمعنا العمل الجمعوي في الجامعه اللي كان خاصنا فيه نمشيو لواحد الدوار اننا نفرقوا الملابس سبيل الله، وهو كان دوك الطلبه اللي منظمين هذه القافله. المهم غادي نبقاو انا وياه على تواصل، وبدينا كنتلاقاو في الجامعه وكنخدم انا وياه مشاريع ديال القرايه، حتى لقينا راسنا باننا بشويه بشويه كنتلاقاو وكندويو على القرايه على توجهات على الحياه. لقينا ريوسنا كنتفاهموا منسجمين. من بعد بدينا كنخرجوا كندورو في المدينه كنديروا قهيوه. كان مهلي فيا صراحه بلا ما نسولو كان تيعاوني في الامتحانات ديولي اللي كانوا صعب بزاف بحكم ان الشعبه اللي درت كانت صعيبه. ملي بديت كنرتاح ليه بديت انا كنتطلق معاه كنعاود ليه على شنو تيضرني في حياتي، على التحرش اللي تعرضت ليه، على عائلتي وكل شيء التفاصيل ديالها. قلت لي بلي انه ما عجبنيش هاد الحياه وما راضيش على راسي، وبديت كنتقد راسي بما كنلبس بحال البنات وما عنديش الفلوس بحال البنات الى ما اخره. هنا هو كان تيعطيني الثقه في راسي اللي انت قادره ديري هادي وهادي وغادي توصلي، وكنت صراحه كنتحفز وكانوا التحفيزات ديالو كافيين ليا العام كامل باش انا ننجح غير باش نسمع منه ديك برافو عليك، وهادشي اللي خلاني نتعلق به. وهنا فين حسيت باول مره شي حد غادي يعطيني اهتمام شخصي ويحسسني بلي انني موجوده وعندي قيمه. كتقول فاطمه ما كنتش كنجتهد على وديت راسي ولكن باش نسمع كلام زوين منه. هاد السيد واحد النهار قال لي راه جاتني فرصه عمل خارج المغرب وعندي عمي تما وانا دابا غادي نمشي. قلت ليه واخا ماشي مشكل تقدر تمشي تخدم، ولكن قبل شنو غادي نديرو حنا في هذه العلاقه اللي بيناتنا؟ قال لي لا راه كاينه واحد القضيه اللي تقدري ديريها. كان قال لي دفعي لشي ماستر باش تجي تقراي هنا. المهم السيد مشى وبقات يسول فيا عن بعد وكيوريني كيفاش ندير باش انني نلحق عليه. درت لي يدين ورجلين كنقلب على كيفاش ندفع الماستر باش نكملو تما. كندوز امتحانات ديال الخدامي ما كيقبلونيش، ومع ذلك بقيت كندفع وكنسول على واحد الماستر اللي مطلوب بزاف وتيقبلوا فيه كميه كبيره، وبزاف ديال الناس في المغرب كيدفعوا ليه حيتاش كانوا كيقبلوا الناس بلا انهم النقاط يكونوا عاليين. وانا كنت نقول هاد السيد باغيني انني نلتحق به غادي نتزوجوا ونديروا وليدات ونكونوا عائله ونعيشوا حياه سعيده. جات واحد العطله صغيره ونسيت شي شويه هادشي نتاع كندفعها ولا بغيت نوجد لشي حاجه، فبقيت بحال هكا في هاد الفتره حتى لواحد النهار كندخل على الايميل ديالي وكنلقى بلي انه وصلني قبول ديال ديك المدرسه اللي دفعت. واش عرفتو ما قدتنيش الفرحه. اول شخص اللي غادي نمشي نقولها ليه هو هذا الانسان. كنقول ليه واخيرا غادي نتجمعوا واخيرا غادي نتزوجوا. باش نقربكم لهذا الشخص صراحه ما عمره ما قال لي غادي نتزوجوا ولا غادي نبنيوا اسره، ولكن وقت ما جبت معاه الموضوع تيقول لي غير ان شاء الله اذا بغى الله واذا كنتي في المستوى. يعني كان حتى هو تيعطيني امل. انا كنت كنحلم بزاف وتوقعت امور اللي كانوا خياليين. المهم جا الوقت فاش انني غادي نمشي، بدات الروينه نتاع الجميع وخاصني نخلص الطياره، وهذه كانت اول مره غادي نسافر بوحدي وبلا عائله. سلمت على دارنا هزيت ساكي مشيت في حالي. وصلت لديك المدرسه في اوروبا وهو جاب شي انه يوريني الوراق حيتاش ما كنت عارفه والو. النهار الاول فاش جيت بعدا كان خاصني انني نمشي عند واحد عمتي واللي غادي تخوي بيا وما غاديش تجي لعندي، واي حاجه غادي تعرفوها من الاحداث اللي جايه في القصه عمتي كان عندها نصيب من السلبيات ديالها، لانه لو كان وقفت معايا في الغربه ما كنتش غادي نطيح في شنو طحت. غادي نعيط على والديا وغادي نقول لهم بلي ها شنو وقع ليا مع عمتي، وراه دابا شوفوا ماشي مشكل راه كاين واحد صاحبتي هنايا. بالفعل كانت واحد البنت اللي هي صديقه ديالو في الخدمه واللي كانت قريبه ليه بزاف كانت ساكنه معاه فاش كنت معاهم، لكن ما فراسهمش باللي كان ساكن معنا هاد الدري. اول نهار حطيت رجلي في هاد البلاد غلطت مع هاد السيد، غتكون هذه اول مره وبدايه ديال بزاف ديال الاغلاط. انا كان بالنسبه لي هاد الغلط ماشي عادي وخافت وبكيت، وهو بدا تيقول لي لا ما تخافيش وحنا كنبغيو بعضياتنا وهادشي راه عادي، وكاع زوج في علاقه تيكون عندهم هادشي عادي. هو بدا كيبسط لي هاد الامر وباش انه عقلي يرتاح حتى انا بسطت هادشي،
فغادي يمشي في التيار ديالو اللي داني ليه. الشهر الاول الشهر الثاني كانوا صعب بزاف، فيهم المشاكل ديال السكنه ديال القرايه. كان هو تيمشي للخدمه في العشيه وتيجي يقرا معايا او لا يعاوني في داكشي اللي كان خصني ندير. كان تيقلبي على خدامي اللي كانوا صغار بحال في شي قهاوي مثلا، حيت والديا ما كانوش قادرين انهم يصيفطوا لي واحد القدر من الفلوس كل شهر. في الاول هادشي جاني بحال شي حلم وفرحانه بهاد العيشه الجديده، لكن في نفس الوقت كانت القرايه صعيبه وماشي داكشي اللي توقعت. وتما بدا كيدخل معايا القاصح، البلاد صعيبه والقرايه صعيبه، واذا ما درتيش شي مجهود ما غادي تربحي حتى شي حاجه. فبديت كنطيح في اكتئاب والخوف والبكا ديما، وهادشي خلق لي مشاكل معاه. كنا ديما كنضربوا علاش انا تنفكر ديما غير في القرايه، وليت انني كنخاف ما ندير والو وما ولفتش وندمت. وبديت كنقول ليه بغيت نرجع في حالي، راني ندمت وطلع لي هادشي في راسي. كل مره تنقول ليه اجي تزوج بيا في المغرب، وهنا غادي يهز عليا يديه وغادي يعيرني، وبداو بيناتنا المشاكل اللي فيهم غادي نشوف شخص واحد اخر. شحال من خطره زدح لي راسي مع الحيط، شحال من خطره زرق لي عيني، اولا كيخرج على فمو كلام خايب. واكتشفت بلي انه كيتعاطى للخمر وكياكل اي حاجه حلال ولا ماشي حلال. غادي يدوز الوقت ما بين القرايه والدبلوم اللي ما خديتوش في الاول حتى للمره الثانيه. كنلقى راسي بلي انني ربت بيت، ومن غير القرايه اللي كنقرا كنغسل كنجفف كنصبن وكنوكل. كان خصني انني نقرا عن بعد بما انه المدرسه كانت عاطيه لينا هذا المجال. في الصباح غير كنجمع لي حوايج ونصبنهم ليه ندير ليه الغداء، علما انه ما بيناتناش علاقه اللي كانت في الحلال. هذه المده نسيت راسي انه انا مع انسان غريب، كنت في غيبوبه. غادي نسالي القرايه بمجهود جبار جدا وبمشاكل اللي كانوا كبار، وغادي نلقى خدمه وغير بالزز وبالطليب والرغيب باش انه خلاني نخدم. علاش؟ ببساطه لانه فاش كنت كنتلاقى خدامي كان تيقول لي لا هذه بعيده هذه خايبه. المهم ما بين القرايه والخدمه حنا ساكنين مع بعضياتنا، من نهار حطيت رجلي في هاد البلاد وانا ساكنه معاه. وفي نفس الوقت كنت تنعاونو، وقت ما خرجت تخيلوا كنت كنشري الحوايج والديكورات وكنخبيهم على اساس انني لما غادي نمشي للمغرب غادي نوجدو باش نتزوجو وغادي ناتس صداري وغادي نلبس هادي وهادي وهادي. بقات القصه ديالنا غاديه بحال هكا حتى لواحد النهار تنفيق من هاد الكابوس وكنلقى راسي في 7 سنين مع هاد السيد في علاقه ايه وبتفاصيلها كزوج وزوجه، ولكن بدون ما شرعه الدين. كنت كنسولو امتى غادي نديرو دارنا ونتزوجو بحال الخوت، خوتي اللي صغر مني تزوجو، خوتك اللي صغر منك وتزوجو. وصلت واحد الوقت اللي عييت فيه وبلي انه هادشي اللي وقع دابا ما خصوش يكون، وبلي هاد العلاقه اللي حنا فيها لا ما خصهاش تكمل بهذه الطريقه، خصوصا فاش بدلت خدمتي. غادي نتلاقى بواحد البنيته اللي حتى هي مغربيه وكانت ظريفه ودرويشه، وكنا كنجلسوا مع بعضنا كنا كنجمعوا، وكتبقى كتعاود ليا على حياتها، وهي كانت بنت الوقت عارفه وقفزه. سولتني كيفاش زعما انت يا فاطمه مجموعه هاد مع هذا الشخص، كانت تيسحب ليها بلي اننا مزوجين. حتى قلت لها لا، هنا غادي تاكد ليا بلي انا حمقه بعد ما عاودت لها شحال ديال الوقت وحنا مع بعضنا وشحال وحنا كنتعارفوا شنو دايره على قبله وبلي راني ساكنه معاه. هنا قالت لي شوفي هاد خاينه راه غير كيتفلى عليك وما تيقيش، كوني اكيده فاطمه بلي راكي غير لعبه في يديه، وخصك تقولي ليه بلي دابا خصنا نديرو حل لهاد العلاقه. هنا فين بدات كتفيقني وكتوعيني وكتقول لي سيري سوليه امتى غادي تجي لدارنا، امتى غادي تعرفني على والديك، امتى غادي تقدمني للمحيط ديالك، حيت في خدمته والجيران ما كانش يقدر يقدمني على اساس اننا في علاقه. ديما كان تيخلي لراسو هاد الخصوصيه. انا في ديك الوقت حياتي وصحتي بدات كتدهور، ما بقيتش كنديها في خدمتي ولا راسي ولا حالتي. من بعد ما كنت زوينه وانيقه وغير ذلك بهذا المعنى، وليت اعزكم الله زباله. حشومه نوصف راسي بهذا الوصف، ولكن هكا كنت. هاد البنت بعد ما عاونتني بديت كنقول ليه شحال قدنا نبقاو نتسناو، خصنا نديرو شي حل. هو بقى كيتهرب وبقى عليا اليوم غدا اليوم غدا، انا خصني نجمع الفلوس انا خصني ندير هادي وهادي، علما انه تيجمع الفلوس وتيخسرهم في حاجه واحده اخرى، كيخسرهم على راسو وعلى المشاريع. المهم انا ما كنتش في الاولويات ديالو، كنت نقول ماشي مشكل ماشي مشكل غادي نصبر، حيتاش مشى الحال انني باش نرجع للور. غادي نصدمكم ولكن صافي درت 30 سنه وحسيت بلي حياتي ضاعت مع انسان، وصلت واحد الوقت ما نقدرش نرجع فيه للور وما غاديش نقدر نزيد القدام، وهذا الشخص عرف بلي انني تربطت به. كنت كنعطي بزاف من الجهه ديالي، كنت درويشه معاه حتى وصلت لواحد الفتره كلي مستريسيه، وهذا الشيء ولا تيخلق لينا المشاكل. وهضرتي ما بقاتش كتعجبو، وحتى الجانب راكم عارفين ما بقيتش بغيت نخليه انه يقرب مني، لانه نزل عليا تأنيه بضمير اللي كان خطير، ودخلت في اكتئاب لانني كنشوف بلي انني ضيعت راسي وحييت من غير انه تفلى عليا وضيع عليا وقتي، واللي ما كاين لا زواج لا والو. هنا
غادي نلبس جلاب توفو لارتي وغادي نمشي لواحد الجامع نسول الامام شنو ذنبي في وسط هاد القصه، واذا تبت واش ربي غادي يقبلني، واش اذا انتحرت غادي ندخل جهنم. دخلت في واحد الدوامه اللي هي سوداء، حياتي ضاعت. هو تيشوفني غير ساكته وساهيه وفهم باللي انني عرفت الحقيقه ديالو وبلي راه ما غادي يكون والو، وديك كان بغيك راها غير كلام، غادي يهز حوايجو وغادي يمشي بمره. تخيلوا غادي يغبر بدون سابق انذار، مشى بدون ما يقول سالينا ولا ما بقى والو اولا غادي يمشي في حالي. انا بقيت كنتسنى ها هو غادي يرجع ها هو غادي يرجع. سيد عمرو ما رجعت، مشيت كنسول. تخيلوا شنو قالوا لي، لقيتو بلي انا تعرف على واحد البنت وواحد اخرى اللي صغيره عليه وصغيره عليا بزاف وبلي باغيها المعقول. هاد البنت يلا قالت بسم الله في الحياه، وهنا غادي ندخل في اكتئاب جد جد حاد. ما بقيتش قادره نخرج ولا نمشي للخدمه، ودات ورقه بلي انني مريضه، كندوز نهاري غير بكا، باغا غير ننتحر. والديا في وسط هادشي كله ما سايقينش الخبر. دازت عليا فتره خايبه بزاف، ما كنت كناكل بثلاث ايام باربع ايام، الماء ما كنتش كنشربو، درجة تنقول غير جيبوه ليا غير نشوفو، غير يقول لي علاش دار لي هادشي، يشرح لي علاش. انا الفتره اللي كنت نقول فيها هاد الهضره هو بدا حياتي مع انسانه واحده اخرى، انا الوحيده اللي خسرت وسط هاد الحرب، هو ما خسر والو. بقيت هكا لمده شهرين، وخدمتي ما بقيتش قاده عليها، وصحتي غادا اللور اللور. كنشوف راسي في المرايه كنتخلع، وجهي زراك، عيني دخلوا، نقص مني بزاف ديال الوزن، شعري كله طاح ليا. وصلت واحد الحاله عمرني ما وصلت ليها، هادشي كامل وانا كل صباح ملي كنفيق كنبقى كنصوني ليه باش يجاوب، ولكن والو. بقيت غنسولو علاش دار ليا هاد الحاله، من بعد غادي نلقى الجواب نتاعي باللي انه باغي يستقل بحياته وبغى يتزوج. هاد السيد هزيت كريدي على قبله باش نشري دار وخوابيه، اوكي هذا ماشي مشكل ديال المشكل ديالي. فاش شفت راسي بلي انني غادي نموت غادي نمشي عند الطبيب، لما فحصني قال لي عندك مرض خبيث. تزعزعت ما فهمت والو، شنو هذا المرض الخبيث؟ قال لي عندك مشكل ديال الدم اللي يقدر يتحول لك في اي لحظه لسرطان. خلعت وبكيت وتصدمت، قلت اذا يا ربي راك بغيتي تنتقم مني على اغلاطي بهذا المرض راني راضيه، بغيتك غير تسمح لي. وهنا فين قلت بلي انني خاصني نلقى شي حل باش نخرج من هذه الدوامه. اولا نشارككم قصتي باش نفرغ شنو عندي لداخل، وثانيا ننصح كل بنت انها ما ترخش راسها وما تصبرش على هذا النوع ديال العلاقات، وحتى حاجه ما كدوم من غير المعقول. نسيت ما قلت لكم بلي انه من بعد غادي يوصلني خبر قال عليا بلي انه تحد مضربه على يديها باش تضيع عمرها مع الشخص الغلط. هي اللي مكلخه اكثر من القياس. ضحكت على راسي وشبعت ضحك، عمرني ما درت شي حاجه انا اللي باغاها، ديما كنت نقلب غير على انني نرضيه ونوريه انا هي اللي تصلح ليك تكون مرتك. فاش مشى عليا لقيت راسي بوحدي وما كنعرف ندير والو بلا صحاب، وكان خصني نبدا من الزيرو. غادي نمشي عند طبيب نفساني حيتاش ما كنتش متقبله الفكره انه يسمح فيا، حسيت بحال فيا شي عيب وانا كنت ديما كنتسناه وهو اللي ما كانش باغي الحلال. الطبيب قال لي بلا ما تفكري بزاف باش ما تمرضيش راسك، هاد السيد ما بغاش يواجهك باش ما يبانش خايب. ونزيدك بلي انه عنده مرض سميتو نتاع الشخصيه المثاليه، بمعنى انه كيحسب راسو انه ما كياذيش وما كيغلطش في الناس، وخاف لانه يواجهك ويعرف شحال اذاك. انا هنا غادي نتقبل الفكره وقلت ماشي مشكل، انا غادي نبدا من الزيرو، والحمد لله انه ربي كشف لي وجه هذا الشخص. مادام حنا باقيين في الحياه نقدروا نتنفسوا غنقدروا نزيدوا القدام ونقدروا نعاودوا من الزيرو، وخا الحياه تدقدقنا ولا تشتف علينا غادي نبداو من الزيرو. جلست مع راسي ولقيت بلي انني مستعده انني نبدا من والو، ولكن لقيت راسي مهرسه. اول حاجه دات هي لقيت الخدمه، ماشي شي حاجه ولكن المهم باش نقدر نصرف على راسي ونتلف الوقت، حيت فاش كنت جالسه غير في الدار كنت غير انا والحيوطه والافكار السوداء اللي كانوا غادي يسطيوني. ولكن قبل هذا الامر الحاجه اللي درت الاولى هي الصلاه، الصلاه اللي عاونتني بزاف. كنوض مع الصباح مع الفجر ونطلب الله. الحمد لله انا عارفه بلي انه خاصني الوقت باش نتشافى، ولكن فهمت درس كبير انه لو كان كنت مع هذا الانسان كنت غادي نعيش معاه وسط الحرام. واخا الداخل ديالي عمرني ما رضيت على راسي في وسط هادشي اللي كنت كندير حيت ماشي ديالي، فهمت بلي انه هذا الامر ما فيهش خير ليا. واش شي مره نقدر نلقى شي شخص اللي يكون ليا سند في هذه الحياه؟ ما كنظنش، لانه صعيب نثق في شي حد. حاليا كنحاول نخدم على صحتي ونفسيتي قبل كل شيء. رمضان جاي وانا متلهفه فوقاش يوصل باذن الله، حيتاش ولات امنيتي فوقاش نلحق عليه باش ندخل في اجواء التراويح والفجر
ونشكي على الله. كنت في الاول رافضه انني نصلي على اساس انني درت الذنوب بزاف مع مولانا وما كانتش عندي ثقه بلي انه غادي يقبل مني التوبه ديالي. حتى من بعد قلت هذا غير الشيطان وقنعت راسي بلي لا غادي نصلي واخا غلط. الحاجه اللي بغيتكم ديروها عفاكم لكل من سمع قصتي انه يدعي لي بالشفاء ونفسيتي تصلح. هذه هي كانت حكايتي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا أعظم دعاء في التوبة اللي كانت يقولوا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللي قالوا في نهاره ومات دخل الجنة، واللي قالوا قبل ما ينعس ومات دخل الجنة. عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال واحد الشخص غادي يذنب واحد الذنب فقال اللهم اغفر لي ذنبي. قال له مولانا تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، وغادي يعاود يرجع يذنب هذا الرجل. فقال مرة أخرى أي ربي اغفر لي ذنبي. قال لي مولانا تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، وعاوتاني هذا الرجل غادي يذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي. غادي يقول مولانا أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. كم يخجلنا الله برحمته. إذا ذنبتي ورجعتي لمولانا كيتوب عليك، وذنبتي ورجعتي لمولانا كيتوب عليك، أبواب مولانا ديما مفتوحين لكل تائب، وخصوصا لك يا فاطمة صاحبة وبطلة حكايتنا الليلة. أنا عارفك بلي أنك محتاجة كلام إيجابي مني ومن كل المتابعين باش نهض بالروح ديالك ويعطيك أمل في الحياة. سمعيني شو غنقول لك. الحمد لله انه مولانا فتح باب التوبه للعباد ديالو، هذه اول حاجه. تذكري فقط باللي انه اذا تبتي حمد الله لانه سترك وما فضحكش وقت الذنب، وسترك حتى وصلك الى انك توبي. حمدي مولانا حيتاش ما توفاكش على الذنب. حمدي الله باللي انه مولانا طول لك العمر انك توبي قبل ما يوصل الاجل ديالك، وفراسك بلي انه مولانا كيفرح بالتوبه ديال العبد ديالو اكثر ما انت تفرحي بالتوبه ديالك. كيفرح بك فرحا يليق بجلاله. هنيئا لك ثم هنيئا لك. صحيح انا وجدت منه كان صعيب، لكن ربي كتب لك التوبه وبعد عليك انسان لا يليق بك ولن يليق بك. ربي غادي يخلصه شحال مجرى في الدنيا حيتاش طمعك، وربي ما كيضيع حتى شي حد. تهلاي فراسك، خرجي ودوري، ديري صديقات اللي يزيدوا بك القدام في الطريق، طريق ربي وفي الدنيا، وتأكدي بلي انه غادي تولي احسن بكثير مما انت عليه اليوم. نسيه واش كاين، ما تدعي به بالخيب ولا بالشر. مولانا غادي ياخذ لك حقك وغادي يتكلف به احسن داكشي اللي غديري انت. هاد الفتره اللي كدوزي منها غادي تدوز وغتبقى غير قصه، فدوام الحال من المحال. وشكرا على العبره من قصتك. وهادشي اللي بغيت نقول للمتابعين الكرام، راه ربي ماشي غير تيجي وتحرم العلاقات الغير شرعيه غير هكاك. ربي ما تيجيش وتيقول حرام غير هكاك. اي حاجه ربي تمنعها الا وفيها ضرر لينا حنا. شفتوا العلاقات الغير شرعيه، الاذى اللي كيوصلونا ليه؟ شفتوا كميه الحزن والالم اللي كتلالك في الاخير من بعد ما كتعيشي واحد الفتره زائله نتاع الحب والافلام؟ شفتي شحال كتخسري في هذه المعركه؟ هو كيبقى ذكر بعيدا على الدين، المجتمع العربي تيبقى انه هو حر، ولكن انت كأنثى كتبقى تابعك ديما الشبهات، ومع انت كائن رقيق الاحاسيس ديالك كيغلبوك وكيقدروا يدمروك في رمشة عين. اذا كانوا كيتفرجوا فيه حتى الذكور، كنتمنى انكم تشوفوا في بنات الناس مولانا وما تضحكوش عليهم، ما تفلوش عليهم، شوفوا فيهم خوتكم وحبابكم، ولو هي بقات تجرأ عليك لوجه الله ما تأذيوهمش. وهذه هي كانت حكايتنا الليلة. كنتمنى منكم انكم تخليوا كلام جميل فاطمه كدائما وكيف عودتونا لي طبطب لي على قلبها. غير هذا ما تنسوش انكم تقولوا لي السيره النبويه واش بغيتوها قبل الفطور ولا بعد الفطور. سلام سلام.